لايفو ليزر ستيم سيلز، كلمات عم نسمعها كثير خاصه بعالم التجميل، رح نفصلها اكثر نتعرف عليها اكثر مع دكتور توني نصار اختصاصي تجميل وترميم. اهلا وسهلا فيك دكتور نصار. شو يعني لايفو ليزر؟ لايفو ليزر هو التكنيك الحديثي لشفط الدهون. يعني بالسابق كنا نشفط الدهن اسمه لايفو ساكشن، هلا صرنا نشفط الدهن نستعمل جهاز اسمه لايفو ليزر لحتى نشد الجلد بالوقت ذاته ل يعني بمقدار معين. احيانا بيبقى الدهن متراكم بكثافه معينه تحت الجلد وبيخلق ترهل بالجلد، ممكن نحل هالترهل بواسطه اللايفو ليزر من دون اللجوء لعمليه جراحيه او لجرح لحتى نشد الجلد. يعني بيكون في كانه في ترهل بس هو مش موجود؟ لا، بيبقى في ترهل بس ولكن درجه خفيفه من الترهل، ترهل اللي هي فينا نحلها من دون ما نقص من دون ما نشد. الليزر بحلها بواسطه الليزر. نعم اكيد. شو بيكون عم يعمل عمليا الليزر هون؟ الليزر بيكون عم بيدوي يعني عم بيحمي الجلد من جوا لحتى اول شيء بيدوي بالدهن لنشفطهم، عم بيحمي الجلد من جوا لحتى يقدر يضب على بعضه، يعني عم يشرينك للكولاجين ويضب الجلد على بعضه من دون ما نقص من دون ما نخلق عمليه جراحيه بس، ولكن اكيد لازم نعرف بحالات معينه، يعني مش كل الحالات فينا نستعمل فيها اللايفو ليزر، وحتى الترهل الكبير بالبطن او بالاجرين ممكن نقول لا اكيد هي بنحلها دغري باللايفو ليزر. الحاله بتنفحص، اذا كانت للايفو ليزر بتتحول للايفو ليزر، اذا كانت لشد عادي هونيك بنفوت بشد عادي. ايمتى بيكون بدنا لايفو ليزر؟ ايمتى بيكون بدنا عمليه جراحيه؟ بيكون الجلد مترهل بشكل كثير قوي ما بقى يعني ما بقى اللايفو ليزر يقدر ينفعه؟ بعمر صغير بيبقى الجلد قادر يرجع لمحله حتى لو شفطنا الدهن، وبيبقى الجلد بعده طري ومنه مشقق. هون بهالحالات قادرين نستعمل اللايفو ليزر لحتى نحل المشكله بوقت سريع، بينما وقت يكون في عندنا جلد مشقق كبر بالعمر اكثر تعب اكثر، من هون الجلد بتكون ناشفه ومشققه وما بقى ترجع لمحلها، من هون بحاجه لعمل جراحي لحتى نقص ونشد ونرجع نخلق الشيب البنيه او ننحت الجسم بس ولكن بطريقه الشد منا بطريقه اللايفو ليزر. اليوم اللايفو ليزر يعني بتوفر لنا بحالات معينه يكون عندنا جرح معين خصوصا بمنطقه الايدين او منطقه الساقين، تعطينا حل كثير حلو كثير سريع من دون ريكفري طويله بعد العمليه. ممكن من بعد عمليه ترهل او عمليه شد جلد يكون بحاجه كمان للايفو ليزر للفينيسينج؟ فينا نجمعها مع عمليه شد بمحلات معينه، لانه احيانا الشد اذا ما بدنا نطول الجرح كثير ممكن نقوم بعمليه شد لمنطقه ونزيد اللايفو ليزر لحتى نستفيد منه لنشد منطقه حدا اذا فينا نقول. شو الفرق بين اللايفو ليزر واللايفو ساكشن بالنسبه للشخص اللي عم يتعرض لهالنوع من الاجراء الطبي؟ بالنسبه للمريض هي ذاتها ما بتختلف على اي شيء، بس ولكن بالنسبه للجراح هو شغلين، يعني بدنا نعمل لايفو ساكشن ولايفو ليزر. يعني اذا بدنا نعمل لايفو ليزر بنقول ما بقى نعمل لايفو ساكشن، نو بالعكس لازم نعمل لايفو ساكشن ولايفو ليزر، يعني هي عمليتين بوقت واحد، بنكون عم نشفط الدهن الزايد وعم نحل مشكله الجلد الزايد بالوقت ذاته من دون عمل جراحي. اذا اللي بيقدر يعمل لايفو ساكشن يعني صحيا او بيقدر يعمل لايفو ليزر؟ طبعا. هون فعلا عم نسحب الفات، كنت عم تقول شوي قبل الهواء انه اليوم الفات ما بقى عم نكبه صرنا عم نستعمله، كيف عم نستعمله؟ بالسابق كنا نشفط الدهن ونكبه، احيانا عندنا حالات بنوصل نشفط 10 لتر او 12 لتر وكان كله ينكب، اليوم صار فينا نستفيد من هالدهن بدل ما نكبه صار فينا نستفيد فيه ونحوله لخلايا جذعيه، صار الناس عم تسمع اللي هي ستام سيل. الخلايا الجذعيه هي بتفيدنا وين وكيف؟ بتفيدنا اليوم كثير كطبيا وكتجميليا، فينا نستعملها بأماكن معينه بالجسم، فينا بالوجه بالصدر بالخلفيه لحتى نخلق شيء معين لحتى نكبر من دون اللجوء لسيليكون او لفيلرز موجودين بالسوق، واليوم صار في شوي مخاوف او خوفوا الناس فيها كثير اللي هي منها هالقد، بس البي سي اللي كنا صح صار في بس صار في حل ثاني للناس اللي بيخافوا يلجأوا للسيليكون، في عندهم حل ثاني يستعينوا بالدهن اللي عندهم اياه، يعني هذا الدهن من جسمه واحد ممكن كميه منها تتاخذ تتحول لستام سيلز ترجع تضاف للكميه المحضره ونحقنها بالصدر او بالخلفيه او بالوجه لحتى نخلق شيب ويدوم. يعني اليوم دور الستام سيلز
هي بتخلي الكميه اللي بنح انا تدوم ما تدوم شو عم بعد نعمل 3 شهور. بالتحديد دكتور؟ نحن بنعرف انه مش من اليوم الفاتيا اللي عم ينشال ممكن نستعمل بغير منطقه بتكون بحاجه لتعبئه. اليوم لما عم نحكي عن ستيم سيلز شو عم نعمل بهالفات وليش هو مختلف عن الفات العادية اللي كان عم ينحقن بالوجه او باي مكان؟ وفي فيلم اذا فينا نستعرضه شوي لنشوفه ونعلق عليه شو عم بيصير، كيف ممكن نحول الدهن اللي بنشفته لخلايا جذعية بفترة قصيرة من الوقت، يعني خلال 45 دقيقة قادرين نحول هذا الدهن المسحوب اللي شفطناه من منطقة الظهر اللي هي منطقة بيتراكم فيها الدهن وبمحل الخلفية. بنحضر الدهن وبواسطة ماشين معينة حتى بالعيادة فيها نقوم فيها، بندخله بهالماشين في ثلاث طرق. اول طريقه هي انكوبيشن، يعني بنحطه بحراره 37 درجه لفتره 15 دقيقه لحتى يحمي الدهن، وهون بيعمل سيموليشن للستام سيلز ليبلشوا يتكاثروا بسرعه حتى نخلق كميه كبيره من الستام سيلز. من بعد الانكوبيشن بنفوت بالسنترفيوج اللي هو بسرعه 300 ولوقت 5 دقائق ممكن يفصلنا كل مواد الدهن الموجوده، يعني بصير الدهن لحال، المي لحال، الدم لحال، الزيت لحال، وبنرجع بنضيف لهم ماده الكولاجينيز اللي هي انزيم لحتى يفصلنا الستام سيل كليا عن الدهن، نقدر نسحبه بوضوح ونرجع نضيفه متى ما سحبناه ونظفناه وشلنا منه المي والزيت وهيك، نرجع بنضيفه لكميه الدهن اللي بدنا نستعملها لنكبر الدرير او الصدر او نستعمل للوجه للخدود للشفايف لاي منطقه فينا بحاجه لها. نحن بنعرف انه لما بنقول عم ينحقن فات او دهن بالجسم في امكانيه لانه هالدهن يعيش، لانه عم نحكي عن اشياء حيه، وفي امكانيه انه ما يعيش بنسبه معينه. هون بيختلف الوضع. الستام سيلز هي بتساعدنا لحتى يعيش، يعني اليوم كنا نعرف انه الدهن اللي بنحقنه ما بيضاين كثير، كلنا بنعرف هذا الشيء، وما بنعرف قد ايه بيضاين، يعني كنا نلاقي حالات بعد جمعه يختفي، بعد 6 اشهر يختفي، احيانا تبقى سنتين ثلاثه، او على القليله بنسبه معينه يختفي. صح، او احيانا يختفي من محل يبقى محل ثاني، وهالشيء كان يخوفنا نقوم بهذا العمل. اليوم صرنا نعرف ليه، ليه الدهن بيبقى ولا الدهن ما بيبقى. الدهن بيبقى اللي فيه ستام سيلز عالي، يعني هي ستام سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه اللي الناس بيعرفوها، هي اللي بدها تحافظ عليه واللي بدها تجدده تلقائيا من دون اضافه مواد ثانيه من برا، وهون بيكون الشخص عم يستعمل دهنه، يعني عم يستعمل اشياء من جسمه، ما عم بيضيف اشياء من خارج الجسم، ولهالسبب نعتبرها انها سيف، ما بتاثر عليه صحيا، ولا ممكن مثلا بعد فتره نقول هالشيء اللي استعمله هو صالح او مش صالح، لانه لا هذا دهنه، هذا جسمه. اي نفس الشخص رح يستعمل لكن هالستام سيلز اللي مستخرجين من جسمه، ما فينا نستعملهم عن شخصين. هلا لليوم فينا نقول انه بس في الشخص ذاته يستعمله، ممكن بالمستقبل يمكن يستفيد منه شخص اخر. اليوم الستام سيلز هي ببدايه الطريق، اكتشاف كثير جديد، العالم كله عم يحكي فيها وعم يتبعها، لانه كلنا عم نعتبر انه هيدا مستقبل للطب وللتجميل حتى. بس لوين رح نوصل بالاكتشاف، لوين رح يتطور والسرعه رح يتطور فيه، اكيد الايام رح تبين هذا الشيء. بس اليوم فينا نعرف انه صار في بعنا بيروت عنا قادرين نقدم هالتكنيك والناس قادرين يحصلوا عليها بطريقه سهله جدا، خلال 45 دقيقه بتتحضر وبتنحقن من دون ما نلجا للسيليكون او اي شيء. الشخص اللي ما عنده باماكن معينه زياده دهن هو بحاجه لكميه قليله من الدهن، ما لنا كميه كبيره، يعني 20 سي سي بس، 20 ملي من الدهن قادرين يتحولوا للستام سيلز ويستفيد منهم. يعني اكيد واحد عنده 20 ملي من الدهن بجسمه مش معقول ما يكون عنده اياهم، بس ولكن اذا بدنا نكبر، نقول بدنا نعمل صدر كبير او دريار كبيره، بحاجه لكميات دهن نضيف عليها الستام سيلز. من هون لازم يكون عنده شويه دهن، او في ينصح ويرجع. اليوم في حالات مثلا صارت معي بالعياده انه ما عندها دهن كثير، بطلب منها انها تنصح خلال شهر وشهرين وترجع. يعني ما تخاف تنصح، لانه اليوم صارت النصاحه مفيده. في اماكن معينه بالجسم بيتراكم فيها هالدهن اكثر من غيرها، او فيها دهن احسن من غيره؟ صح، في اماكن يعني بعدها منا مثبته 100% علميا، بس ولكن كخبره من يوميا بنشوف انه
منطقة الحد الركبي، بين الإجرين، منطقة الخصر، هي منطقة كتير غنية، خليهم يتكاثروا بسرعة، يعني حتى لو هن موجودين بكمية قليلة، بينما عم نخليهم يتكاثروا بسرعة بالحرارة وبالسنتريفيوج اللي عم نعمل. ممكن المحافظة على هالستم سيلز، ما بعرف، تبريده والمحافظة عليه. يعني الدهن فينا نحتفظ فيه لسنين بواسطة البانكينج، كيف بيعملوا بانكينج للستام سيل، كمان بنعمل بانكينج للدهن، لأنه اليوم ممكن تشفي لنقول 5 لتر وما تكوني عايزتيهم، فيكي تحتفظي فيهم لبعد سنة لبعد 10 سنين، يتحولوا لستام سيلز وتستعمليهم بأي لأي غرض، كان إن كان طبي أو تجميلي. هلا طبيا بعد ما كثير قدرنا نشوف النتائج، يعني لمعالجه الامراض بعد ما شفنا كثير نتائج حسيه، ولكن بالنسبه للتجميل الامر واضح يعني والنتيجه واضحه. طبيا عم تتطور كثير، وبنشوف كل اسبوع في خبر حلو بيصلنا انه حاولوا يستعملوه بالكبد، حاولوا يستعملوا ستام سيلز بالبنكرياس، حاولوا يستعملوه بالكلاوي، وفي نجاح بس بعده منه، بعده بأوله، يعني بعده بالطب بعده بدرجه كثير صغيره وعم يتطور، وكثير عم يكون في ريسيرش عليه، وكثير في ناس عم تهتم فيه. هلا بعالم التجميل راح اسرع اكثر، لانه نحن اليوم بحاجه لبديل للسيليكون، بحاجه للست يكون عندها اكثر من حل. يمكن ناس ما بيحبوا يحطوا السيليكون مع انه سيف، بس في ناس بيحبوا يستعملوا اشياء من جسمهم، من هون صار في حل تاني بنقدر نستعمله، وان شاء الله مع الايام يتطور اكثر ويكون له استعمال اكثر، ويكون يمكن تقدر توصل له الست او الرجال بسهوله اكثر. تنرجع للبروسيجر بحد ذاتها، لازم يكون في انستيزي جنرال او اذا الكميه قليله بنشيلها، ما في داعي ببنج موضع قادرين نعملها، لانه نحن الستام سيلز بحاجه بس ل 20 سي سي، بينما اذا بدنا لنقول بدنا نكبر صدر او دريار بحدود ال 500 سي سي، مضطرين نشيل لتر او لترين، لتر او لترين بحاجه لبنج، لانه بيوجع شايلهم اذا نشيله بلا بنج بالمره. من هون الست فيها تستفيد من شغلتين، فيها تقوم بعمليه شفط او عمليه شفط حتى مع ليبوليزر بلس ستام سيل، يعني عم تعمل عمليتين او ثلاثه عم تستفيد منهم بالوقت ذاته، يعني بالوقت اللي عم نشيل فيه الدهن لنستعمله باماكن ثانيه، هي بتكون عم تستفيد انه عم تنحت جسمها او عم تتخلص من الدهن المتراكم على لاف هاندلز او على اماكن ممكن يضايقوها. ممكن نقوم بالدغري بالوقت ذاته باللايبوليزر لحتى نحل مشكله الجلد، لحتى ما يكون في جلد زايد، والدهن دغري نستعمله بنحوله لستام سيلز بنرجع بنزرعه بالاماكن اللي عايزينها، احيانا بالايدين ممكن نعوزه، احيانا ببطه الاجر، يعني بالوجه ممكن استفاد، اكيد بالوجه كثير منيح، وبنحس بيعطي بيضيف، لانه عم بيزيد الفوليوم بضيف، بتحسي في تجدد، بصير في تجدد، يعني عم بيساعد، يعني في خلايا حيه، صح، يعني بتحسي الوجه اللي عم ينحقن له ستام سيل بتحسي كانه صار في رونق اكثر او عم يتجدد احسن، بتحسي انه النتيجه اجمل بكثير وفيها نضاره اكثر بكثير من ما يكون فيلر عادي. يعني اليوم اذا نعمل حالتين، وحده بالفيلر وحده بالستام سيل، الفرق واضح جدا، يعني بنشوفها بوقت سريع، عم نحكي خلال اسبوع. هالعمليه اللي عم نحكي عنها من لايبو ليزر ولايبو ساكشن او لايبو ساكشن لايبو ليزر، وبعدين كمان بين ما يستخرج الستام سيلز من هالدهن ويرجع ينحقن مكان ثاني، كل هالعمليه بتقدر تصير تحت بنج عام وبوقت قد ايه؟ حسب الوقت بيتطلب منا قد ايه العمليه كبيره، يعني اذا رح نشفط الجسم كله ولا رح نشفط منطقه واحده. فينا اذا بنشفط بس الظهر ونستعمله للدرير او البطن لنستعمله للصدر، ممكن العمليه يكون ما بين نص ساعه وساعه كلها سوا، بينما اذا بدنا نشفط الجسم كله اكيد بتزيد للساعتين، يعني هون حسب المناطق، لانه كل منطقه بتاخذ وقتها، يعني اجمالا المنطقه بتتطلب ما بين ربع ساعه ونص ساعه من الوقت من بين شفط الدهن وتحضيره. من هون يعني قد ما في مناطق قد ما في وقت زيادة. اليوم فينا نلجأ للبنج العام، فينا نلجأ للإبيدورال لإبرة الظهر، فينا نلجأ للبنج الموضعي مع سيديشن، يعني في عدة أنواع بنج حسب صحة المريض، حسب الشخص إذا عنده مشاكل صحية أو لا، إذا بيقدر يقوم ببنج عام أو لا. بعد هالبروسيجر لازم يكون في فترة نقاهة؟
بنطلع على طول اذا صار في شفط انه ينلبس مشدات لفتره اسبوعين. هي هاي الوحيد المفروض كرمال الاستمساس، ما في شيء سبيسيفيك يعني هالشيء عم نحقنه وما في داعي، يعني ما له شيء سبيسيفيك لازم يتبعه كرماله، بس لانه عم بيقوم بعمليه شفط لازم يلبس مشدات لفتره جمعتين. واوقات احيانا في ريستريكشنز معينه لمناطق معينه ممكن ينتبه لها، بس ولكن العوده للعمل والحركه ما بتاثر، ممكن يومين ثلاثه على الكثير. الاسعار هون او الكلفه بدي اقول ممكن انه تكون مختلفه، يعني بين الليبوسكشن العادي او الليبوسكشن الليبوزيزر، بين الحقن المواد الاسيد او اي شيء ثاني او حتى الفات العادي وبين حقن الستيم سيلز، بتختلف الكلفه؟ اكيد بتختلف، انه في غير شغل غير مدي. اليوم الفيلر المسموح نستعمله هو الهيالورونيك اسيد اللي بدون 6 اشهر، بينما عم نقوم بعملية الدهن مع ستام سيلز اللي هو بدوم سنين. يعني اليوم الكوست بيختلف، بس ولكن اذا بتحسبيه على الوقت هو بالعكس احسن بكتير، بس ولكن حسب الاشخاص وحسب البادجت عندهم. هذا الشيء بيرجع للشخص شو ينقي، اكيد من بعد ما يعرف شو حسناته شو حسناته. يعني اليوم منيح انه واحد يكون عنده اكثر من طريقه واكثر من حل، وعليه ينقي شو احسن له، وخصوصا اليوم اذا بواسطه الليبوليزر يعني عم يستغني عن جرح باماكن معينه، هذا كثير يعني كثير مهم، والناس كثير بتلجا له وبتطلبه، يعني ما بدي جرح ما بدي قص، يعني هيدا كثير بنسال عنه. اكثر خوف هو من السيكاتريس او من الجرح يلي كمان بده فتره نقاهه طويله صح، وهون معاوده العمل بتكون بدها وقت اكيد. وبحب اقول كمان حتى الستام سيلز بفتكر رح يكون له مستقبل كثير كبير بعده امور ثانيه، ممكن ان شاء الله يعني بعدين تظهر اكثر بالاماكن اللي فيها حروق، بالاماكن اللي فيها جروحات كبيره، تشوهات، حتى بالترميم والتجميل. نعم. بعد نعم. بعد عنا طريق لقدام. اكيد دكتور نصر، اهلا وسهلا فيك، شكرا، معلومات قيمه.